السلام عليكم. بيحكوا عيش كتير بتشوف كتير، أما عن أغرب محشي راح تشوفوه بقناتي. ممكن تشوفوه أغرب محشي بحياتكم، هو كتير خفيف وطعمه كتير زاكي. طبعا هذا بينفع لكل أنواع الرجيم لأنه كتير خفيف. نحكي بسم الله وأخبركم عن محشي زهر الكوسة. بسم الله ما شاء الله، وهذا هو زهر الكوسة. لو لقيته الصبح بتكون زهرة فاتحة مفتحة، بس أنا هلأ عملته وقت المساء. طبعا زهر الكوسة أنا أخذته من حبة الكوسة وحجمها كتير كبير بقدر إني أحشيه. هلأ أنا أول إشي رح أفتح زهرة الكوسة وأطول البتلة يلي جواتها. طبعا هاي البتلة طعمها مر، بفتحها شوي شوي. أكلة زهرة الكوسة معروفة بفلسطين باسم نوار الكوسة بتركيا. طبعا مين أخذها من الثاني مش معروف لحد هلأ، بس يلي منعرفه إن هي أكلة بتجنن وزاكية وكتير خفيفة، يعني أكلة خفيفة وألوانها كتير حلوة وأكيد طعمها كتير زاكي. وهذا شكل زهرة الكوسة لما فتحته من جوا ونظفته من البتلات والبذور الموجودة جواتها. طبعا لما أطول البتلة أنا ما بدي أمزع الزهرة، بعملها بخفة. الورق لافف على حاله فبفتحه كمان شوي شوية. وبعد ما أخلص تنظيف الكوسة من جوا رح أغسله بمي لحالها، طبعا مي لحالها بدون خل ولا ملح، مي لحالها. وبعد ما أغسلها رح أخذكم معي لحشوة زهرة الكوسة. حشو بصل مفروم، رز وبهارات، هو على ذوقكم. بحط كمان زيت وملح. الحشو يلي بتحبوها احشوها. عن بسطي الرز نص استوى، بعدين بحشي فيها زهرة الكوسة. وبعدين بسكر زهرة الكوسة. هلا انا بقلي الخلطة من جوا وحطيت كاسة مي. وهلا ببلش اني احشي زهرة الكوسة. هلا هذا هو الرز نص استوى. لما احشيها ما بحشيها على الاخر تلت ارباع الزهرة، لان الرز رح يكمل استواءه من جوا. وبسكرها وهي من حالها رح تلف على حالها. هلأ رح أرتبها بهذا الشكل، وبالقاع أنا حطيت معلقة زيت زيتون. بجيب مرقة مبهرة على ذوقكم وبطبخها على النار مدة نص ساعة. زهرة الكوسة خفيفة سريعة نظيفة وزاكية. بتمنى تكون حياتكم مثل زهرة الكوسة منورة دايما. عن جد بتمنى تجربوا زهرة الكوسة، مو عشان أنا عملتها، علشان لازم تعملوها. وصحتين وعافية ومع السلامة.